فتشنا وداخلين على الفلوس كيف تصنع. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير دكتور. سيادة اللواء حسام فين؟ هي هنا حضرتك المرحلة الأخيرة من سك العملة اللي هو بيدخل فيها القرص. اه دي المرحلة الأخيرة من سك العملة بيدخل القرص فاضي. الأول دكتور شريف قول لنا عرفنا بنفسك. أنا دكتور شريف حازم مستشار الوزير للشؤون الهندسية. تمام. دي مرحلة الأخيرة في سك العملة. دي المكنة اللي بتسك النص جنيه. بيدخل عليها القرص فاضي. بيتم اختيار النموذج. هنا مثلا ده نموذج حياة كريمة. اللي هي حاجات لازم عليك بالظبط. ده بيرمز لتطوير القرى المصرية اللي هو مشروع سيادة الرئيس الجديد. فده آخر مشروع لينا من 13 مشروع قومي سكناهم قبل كده. بيجي لك تعليمات من الوزارة اللي انت حضرتك فيها. بالظبط. اطبع لنا سكلنا. مظبوط. احنا بنصممها وبنعمل اقتراحات كمان. يعني دايما بنواكب المشروعات دي. عندنا هنا مكتب تصميم على اعلى مستوى. في بقى شباب المصممين بتوع مصلحة سك العملة بيعملوا اكتر من اقتراح. زي مسابقة داخلية. تمام. بنوصل فيها هنا مثلا التصميم عليه سنبلة القمح والفلاحة المصرية. سنبلة القمح بترمز للخير دايما في التراث المصري. الفلاحة المصرية دي طبعا رمز كبير ومهم طبعاً جدا. طبعا. فلما بنحطها هنا بنقول للناس بطريقة غير مباشرة ان مشروع حياة كريمة ده تطوير حياة تمام. الفلاح المصري اللي تم تهيئته في فترات كبيرة. تمام. فاحنا بنعمل برضو وعي بطريقة غير مباشرة يبقى في ايد الناس تبتدي تعرف. وده نجح جدا في المشروعات. طبعا طبعا. الفلوس في ايديهم. بالظبط. حضرتك موجوده هنا بتعملي ايه بقى؟ ببحث في كميه الاقراص اللي نازله وبناء عليها بشوف ايه العيب اللي ممكن استبعده او ايه الغلط. ايه ممكن يبقى فيه عيب؟ ايه ممكن يكون في نمش في الارض، الختم عايزه تلمع، الرسمه عايزه تتبلغ اكتر من كده. فبنظبط. يعني بتعملي تيست كده على مجموعه مجموعه عشوائيه كل 5 كده 10 دقايق. من الساعه كام؟ من الصبح من الساعه 8:30 9 لحد الساعه 3. الساعه 3. ما بتاخديش كبسه وانت ماشيه على حاجه؟ لا طبعا ما ينفعش. دي لازم بناخد كده عريانه عشوائيه ونتحط نخش كده القرص ونشوف الصفحه القرص. الرسمه الكلام مظبوط خلاص. طب انا عايزاك تصحى طول الوقت اكيد. وتقعدي توطي ثلاثه مع بعض في بتناوموا مع بعض كل واحد على مكانه. تمام. مدير الاداره اسمي عبير محمود. عبير. اهلا مهندس عبد الباسط. اهلا وسهلا بيك يا عبير. انت شغال هنا من زمان؟ انا شغال هنا في المصلحه بنسك السك من 4 سنين. من 4 سنين اداره السك هنا المرحله. اداره السك من 4 سنوات. هنا حضرتك المرحله الاخيره قبل القرص ما يوصل للمستهلك الاخير. تمام. بتوصل القرص الخام عندنا من بعد ما تطلي بتوصل على الماكينات. الماكينات دي حضرتك دي بتسك ب 150 طن قدره. يعني القرص ده عشان يطلع بالشكل ده بياخد ضغط 150 طن عشان تطلع في بعض. عشان يطلع بالمنظر ده يا فندم. لان المكنه دي بتشتغل ليه دي؟ اللي هو الختم العلوي حضرتك والسفلي. في ختمين. دي بتشتغل بقى من امتى؟ دي بتشتغل حضرتك بقدره 750 قرص بدي. يعني توصل لغايه 750 قرص في الدقيقه الواحده. 750 قرص في الدقيقه؟ 750 قرص في الدقيقه. وتفتحها من 8 ل 3. دي بتوصل يا فندم. بنشغل ورديه واحده من 8 ل 3 وممكن لو احنا بالليل خالص انتوا. لا يا فندم لو على حسب دي خطه. لو احنا محتاجين زياده انتاج بنكمل بنعمل ورديه ثانيه ورديه ثالثه بنشتغل على مدار 24 ساعه. تمام. الفلوس بتقع؟ دي حضرتك دي من المعهد دي انتاج. يعني انا في انتاج. حتى انا بيدخل ما فيش قرص في جيبه. ايوه ما هو قالوا لي وانت داخل معاك اي حاجه فاتكه. وارد حضرتك يبقى في قرص في الارض بس المكن اللي بره بيظبطكم. دي حضرتك مكنه الجنيه. احنا شفنا مكنه النص دي مكنه الجنيه. تعال نشوف الجنيه. فين سياده اللواء؟ اتفضل. احنا ما تعرفناش بسيادتك بقى. انا اللواء حسام خضر رئيس مصلحه الخزانه العامه وسك العمله. وانا موجود مع وزاره الماليه وبقالك سنين. خمس سنين بقالي اكتر من 5 سنين. وضمنتوا مصلحتين مع بعض. وضمنا السنه اللي فاتت مصلحه الخزانه العامه وسك العمله في اطار هيكله وزاره الماليه. الخزانه العامه وسك العمله بتشتغل في ظل وزاره الماليه. طبعا احنا التبعيه المباشره لوزاره الماليه. اذا المصالح التابعه لوزاره الماليه.
ما انا بقول لك في ظل يعني جزء من وزاره الماليه. طبعا يجي لك طلبات يقول لك اتبع لي سكلي نسك. احنا عندنا طبعا السك ده دائم، احنا بنسك حوالي مليون يوميا زي ما قال مليون يوميا. طبعا زي ما قال الباشمهندس بنسك حوالي مليون يوميا. لو احتاج السوق اكتر من كده بنبتدي نعمل ورديه ثانيه ورديه ثالثه لغايه لما نلاقي حاجه. تعليمات من الوزاره زود الكميه الفلانيه بالتاكيد يا فندم، ولا انت بتتعامل مع السوق مباشره؟ لا يا فندم، هو بيجي تعليمات من وزاره الماليه بزياده وموافقه البنك المركزي. ما احنا معانا وزاره الماليه مظبوط. يعني تيجي لسيادتك طلبات بس زي ما سيادتك هو بيقول لازم في تنسيق كامل بين وزاره الماليه والبنك المركزي. البنك المركزي بيطبع الجنيه الورق، وزاره الماليه بتعمل الجنيه المعدن، فبنشوف بصفه دوريه احتياجات الاسواق ايه. أيوة من الاثنين، بحيث الاقتصاد عايز كام وكده، دي حسبه عشان برضو التضخم والحاجات دي واحتياجات الاسواق المختلفه. يعني بيجي مواسم مثلا الاعياد دخول المدارس بيبقى في طلب اكتر. فكره لطيفه قوي ان محدش فيكم يعرف حكايه ان في مواسم للفكه. حقيقي كان زمان في اسواق للفكه مصبوع. يعني يقول لك في محلات مشهوره سوبر ماركتات بليها فلوس كل يوم بتاخدها او كل 3 ايام بتاخد الفكه المترو، وبياخدوا كميات كبيره. المترو مثلا عشان في تذاكر ب 3 و7 و10 جنيه فاللي بيدي 5 جنيه مثلا ياخد 2 جنيه لبقيه الفلوس. لو حصل نقص عنده بنعمل بقى تكدس في المترو، بتعمل مشاكل كتيره ضخمه جدا. وفي مناسبات الاعياد لازم يسكوا اكتر. مهم قوي اقول لحضرتك ان اي عمليه اصدار للفكه بيكون بموافقه البنك المركزي. طبعاً هو الأموال البنك المركزي، احنا في النهاية بنجهز للسك، ولكن التسك والتوزيع بيبقى بموافقة البنك المركزي بعد صدور تعليمات من وزارة المالية لينا. تمام. شوف الجنيه بقى. ده جنيه اللي ادينه اللي الدنيا من غيره تسوى ايه؟ ما تسواش جنيه. ده مرسوم عليه برضو ده حياه كريمه. حياه كريمه. حياه كريمه. بتطلعوا كميه؟ بنطلع الكميه اللي اتقررت من مجلس الوزراء ومن دي مش بتاخدها وزاره التضامن عشان تفرقها، لا مش دي بيودوها للناس عشان يعرفوا. دي متداوله. دي متداوله يا فندم. متداوله بتنزل السوق. يعني بيعملوا مش دعايه، بيعملوا تثبيت للحاجات اللي بتحصل كويسه. بالظبط. معرفه وسيله معرفه. كم حضرتك المسؤول عن يعني هو بياخد العمله كده فاضيه دي اللي بتتحط في المكنه تفضل تدق. ايوه بالظبط. هتشوف كارتك التصنيع بتاعها احنا بنصنعها جوه. دي بقى لما يخلص الرسمه دي ده كل يومين ثلاثه بيتغير. ده كله بيتغير كل يومين ثلاثه بيتغير حتى على نفس الرسمه. الرسمه يا فندم الا لو غيرنا التصميم بقى لا ما هو ده انا بقول بنعمل واحد جديد. تمام. لكن ده بيقعد يومين واحد تحت. ده الناحيه الثانيه ايه 50 قرش ايه 50 قرش دي مكتوبه هنا. اوكي ايوه يعني الوشين بالظبط. دي بقى تاخد برضه 100,000. الصندوق 100,000. دي بتخرج في حراسه مشدده طبعا. ده طبعا يا فندم. لا وفي مرحله ثانيه برضه كل 50 او 100 عمله بيتم تغليفهم في مكان ثاني. عايزين نشوف ده. تمام. انت دلوقتي بتصنعها نص جنيه وجنيه والربع جنيه ربع جنيه. بس احنا دلوقتي عندنا فائض من الربع جنيه. عندنا فائض ربع جنيه فبننتجش دلوقتي ربع جنيه لان في فائض فيه دلوقتي. بنوزعه بس عمين نوزعه لان احنا خلصنا انتاجه دلوقتي. لكن دلوقتي المكن بينتج جنيه ونص جنيه طلب بقى دلوقتي. لكن ممكن بكره انتج نوع ربع جنيه لو نزل على المستوى اللي انا حسب السوق.